السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم ايجو دامينجو فات في فورمتك في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده. في الفيديو بتاع النهارده هنقارن الفيزيك بتاع مستر اولمبيا كلاسيك فيزيك كريس بامستيد سنه 2021 بسنه 2022، وهنشوف ازاي قدر يتغلب على الاصابه بتاعته اللي الناس بتتكلم عليها في دراعه اليمين، وهنشوف برضو الاحتفال الزاخر بتاع البطل هادي شوبان. لو لسه مش مشترك في القناه ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. اول فيديو معانا وهو المقارنه ما بين الفيزيك بتاع كريس بامستيد 2021 و2022. تعال نشوف الفرونت دبل بايسب، وهنا هنسكب بقى وهنستنى كده لوهله. زي ما احنا واخدين بالنا كده يا جماعه، البايسبس الشمال بتاع كريس بامستيد مختلفه شويه عن 2021، فيها حاجه غريبه. كريس بامستيد اصلا معروف ان البايسبس بتاعته ما عندهاش بيك، ما لهاش راس، فالذراع بتاعه تحس ان هو كده مغيم شويه، البيك بتاعته مختلفه شويه عن حتى دراعه اليمين. ناس كتير بتقول ان هو قطع البايسبس بتاعته قبل مستر اولمبيا، وعشان كده هو اشترك مع المدرب بتاعه هادي رامبود. ما حدش عارف التفاصيل في اي حاجه، كله بيسبيكليت وكله بيقول كلام كده، ما حدش عارف يعني صحه الكلام ده ايه. بس الحاجه الاكيده اللي هادي رامبود عملها له هو شعر له سنه سنثول، والسنثول ده ماده زي ما تقول زيت كده او ماده دهنيه بتتضرب للعيبه في المفروض في مجال الاوبن ديفيجن، مجال الكمال الاجسام المفتوح، يعني لو حد عنده عضله مختلفه، عضله اصغر شويه من عضله وبتاع، علشان يوصل للكمال بتاع كمال الاجسام اللي اسمها لعبه كمال الاجسام. فاعتقد ان دراع كريس بامستيد الشمال في سنه سنثول علشان الهيئه الجماليه تبقى مكتمله، بس ما اعتقدش ان ده اثر عليه ولو حتى 1%. تعالوا نكمل مع بعض. طبعا الواحد مسكوم وحالته صعبة. يعني هنا السايد بوز، السايد بوز بقى ده يعني فرق شاسع جدا في الكتف، في الدراع، في الترايسبس. طبعا ضخامة ما شاء الله، يعني معرفش زي هو بيتكلم وبيقول ان هو نفس الميزان بتاعه، بس انا اعتقد ان هو زاد شوية زي ما احنا شايفين من فوق في سنة 2022. لا، السايد بوز بتاعه احلى بكتير من 2021. تعال نشوف الباك. طبعا الرجلين الجلوتس والهامسترينجز مش واضحة، والكريسماس تري شجرة الكريسماس اللي موجودة في الظهر بتاعه ديفينيشن رهيب، الإضاءة مختلفة شوية. أعتقد إنه هو يعني ممكن أقول نفس الظهر، ما فيش اختلاف كبير، ممكن مثلا كتفه الخلفي زاد سيكا مثلا. بصوا بقى الفاكيوم بوز ده أحسن بوز علشان يبين الوسط بتاعه. الفاكيوم بوز ده اللي أرنولد كان بيعمله، طبعا حاجة عظمة. وكريس بامستيد يا جماعة جينات وجسم ما فيش حد هيجي زيه، انا دافع اعتقادي الشخصي بصراحه. تعال نشوف بقى الانديفيدجوال بوز او العرض الفردي بتاعه. بس الاول دي صوره كده مقارنه ما بين 2019 2020 2021 و2022. طبعا فرق شاسع ما بين 2019 و2020، زي ما احنا شايفين ممكن نقول الفرق ما بينهم مثلا 10 باوند، وبعد كده بقى في مثلا 5 6 باوند. عشان كده كان هو بيقول ان هو مش بيتطور زياده، وده كان من ضمن الأسباب إن هو اشترك معاه هادي رامبود وسابقين. فحاجة رهيبة جدا جدا جدا. بصوا بقى الانديفيدجوال بوز أو العرض الفردي بتاعه في سنة 2022، ويا جماعة عظمة بجد. يعني تعالوا نتفرج مع بعض، يعني حاجة كده رهيبة مع السموك بقى اللي طالع والدخان ده. رابع سنة طبعا، هو كان قبل كده كان قال ان هو مش هيكمل وان هو اعتزل، بس بعد كده رجع في كلامه وبيقولك ان هو السنة الجاية كمان هيلعب على الخمسة. انا شايف ان هو لو فضل مكمل بنفس الهيئة دي مش بعيد ياخدها 7 مرات زي فيل هيث. يعني ما اعتقدش ان في حد كسر 7 مرات او 8 مرات، بس لو حد هيكسرها في مجال الكلاسيك فيزيك فهو الله يا جماعة عن جمال، فهو كريس بامستيد حاجه كده رهيبه. اليونجسترز يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان كريس بامستيد عنده فولورز ما شاء الله اكتر من فيل هيث واكتر من جاي كاتلر واكتر من الناس كلها. ليه؟ لان هو الناس شايفاه سيمبل او زي ما تقول ايه كده، مظهر جمالي رهيب في فئه الكلاسيك فيزيك، حبب الناس كلها اصلا في فئه الكلاسيك فيزيك. وكل الشباب الصغير المعروفه في كندا اللي في كندا وحتى في الوطن العربي كله يعرف مين كريس بامستيد من الجمال اللي وصله حتى في الهيئة بتاعته. يعني
نيجي بقى للبطل هادي شوبان المدرعه الايرانيه. تعال نشوف كده بسرعه الفيديو الاخير اللي لسه منزله على صفحته على الانستجرام في العرض بتاعه. طبعا يا جماعه لو هنتكلم على منطقه الميد سكشن اللي الناس هجمتني جامد قوي لما كانوا حاطينه جنب البيج رامي، هو بيتميز اصلا بتنشيفه الرهيب جدا، وان هو كل ما بيعمل بوزنج بينشف اكتر واكتر واكتر. منطقه الميد سكشن، منطقه البطن عنده، والاوبليكس اللي هي التشريح اللي موجوده هنا دي يا جماعه رهيبه رهيبه رهيبه، محكمه جدا 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 ما شاء الله الله اكبر. الاحتفال بتاعه بقى بالوصول يعني كان بيفوق الرؤساء، يعني كميه عربيات وكميه موتوسيكلات يا جماعه. وبصراحه يعني الراجل مجتهد جدا جدا جدا، الراجل ده بيحاول من 2000 وكام وهو بيحاول، واخيرا صبر ونال، على الرغم ان احنا عارفين ان في مشاكل كبيره جدا ما بين امريكا وما بين ايران، وان هم كذا مره ما ادلوش الفيزا بتاعته علشان يدخل حتى ينافس، الا ان هو ما شاء الله كسبها. وكان في اقاويل بتقول ان هو اول ما هينزل ايران هيتم القبض عليه لاسباب غير مجهوله او اسباب مجهوله لحد النهارده، بس الحمد لله البطل وصل زي ما احنا شايفين وشايلينه الناس، والناس مبسوطه بيه جدا. فانا بصراحه مبسوط جدا ان هو يعني يعتبر برضو ان هو عرب ايران عرب يعني، ف عاش بطل والله. ده الفيديو بتاع النهارده يا شباب، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. ما تنسوش يا جماعه مهم جدا لو وصلت لحد هنا تشترك في القناه وتنزل تحت الفيديو تسيب كومنت، اكتب تم، اكتب نقطه، اكتب اي حاجه، بس عشان تقول للالغوريثميات بتاعه اليوتيوب ان الفيديو ده عليه اقبال فيبتدي يوريه للناس اكتر، وبجد هكون ممتن جدا لده. واخر حاجه بالنسبه للتدريب اونلاين، ممكن تبعت لي رساله على الرقم اللي موجود في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف. شكرا يا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. بيس.